دي اللايبرري اللي احنا هنستخدم منها شوية شيبس يعني نرسم بيها الواير فريمينج. فناخد شكل الويندو هنسمي دي السبلاش وهي ما فيهاش اي حاجة من تحت. ماشي، ما هي بس ده كوار فريم نحط فيها زي ما انت عايز عشان تبين، بس انما بعد كده ممكن ميبقاش فيها حاجة خالص. انا عايز اقول يبقى فيها في النص هنا شبه الارت وورك او اللوجو بتاعها، يعني ممكن يبقى فيه هنا يعني بشكل ما في هنا ليه مش باينة بس ماشي. اعتبره يعني بعد كده المفروض اللوجن سكرين او ويلكم او ويلكم اللوجن الاول في الواير فريمز ممكن تحطيها ممكن لا مش فارقه، بس يعني اصل ده ارت وورك فممكن يبقى في احسن في الليفل بتاع الديزاين، انما هنا ممكن برضو تحطيه يعني ممكن لو انا عملت كده بس هيبقى شكلها غريب شويه. خلينا نحطها في الديزاين. في الديزاين. الويلكم تمام. اوكي انا ممكن تقول له لو عايز لوجن او ممكن ما تحطهاش، ممكن تبقى فوق هنا هنا input box اهو. الفكرة يا باشمهندس إن أنا أخلي التول دي embedded في الزر عندي بدل ما أجيبها من كتابة تانية أو كده، زي الفليب ارت اللي بتبقى في فوتوشوب كده بقدر احط شيبس معينه فيها في بحيث ان انا استخدمها على طول بدل ما اضطر افتح كتابه تانية او كده. في بس اصعب بالنسبه لي في من هنا في تيرتيز في ديزاين جاليري. اوكي كونتينيو. هتلاقي فيها فولدرز ينفع تعمل ديسك ديزاينز وتحط الدايركتري بتاعك. انت ممكن تنسى اللي انا قلته يعني ما قلتش حاجه. لا عادي والله، استنى كده ممكن نلاقي هنا حاجة اهي. فانت ممكن تروح عامل كده مثلا، هو ده اللوجو بتاعك على الصورة. ايوه ده اللوجو. فتروح حاط الموظف اللي بيركب في نوع من الموظفين. اوكي هو هنا بقى يبقى الروت بتاعك نيم اللي انت فيه لو انت مش اول مرة،
وممكن يبقى هنا بشكل ما في فوق جزء اللي هيبقى فيه انفورميشن عن الباز حاليا فين. هي اوتوماتيك اب ريفريش، يبقى في هنا شكل ممكن يبقى جرافيكال مثلا، تعرف تشك فكر في شكل جرافيكال ليه. وتحت يبقى في ليست فيو اللي فيه اسامي المحطات، حاجه شبيهه بكده يعني. بالظبط. وانا يبقى في شكل ما انديكيتور ايمج على ال انا هكررهم بايدي مانيوال عادي جدا. عملتهم كليبنج ورا مربع لورا، يعني ممكن يبقى انا عندي اوبجكت كده اوبجكت وراه كده، اقدر ادخل ده جوه ده يبقى جواه ازاي بفيتشر كده اسمها كليبنج من هنا اهو تقريبا. ايه ابلاي كليب فيو، ممكن اتحكم فيه وهو جوه برضه يعني. ممكن ممكن يبقى عندي هنا شوية بقى اوبشنز ان انا لو عايز اخش اغير سيتنجز بتاعت القصة دي، او ممكن نكتب عليها بقى سيتنجز. ممكن يبقى فيه اوبشنز برضو للشيرينج. زي اف ستمنت كده. ايه ازاي حضرتك دي كده شايفها؟ لو اليوزر لوجد يس هيروح ل ده بابلكيشن كتبي، حاجه كانت معموله من فودافون. فلو اليوزر لوجد هيروح على البوك فيو شيلف فيو يشوف الكتب بتاعته، وبعد كده يقدر ان هو يروح للريدنج او اكسبيرينس يبتدي يشوف هيقرا ازاي. لو هو مش لوجد براوز الشوب، ممكن يخش على الشوب يبتدي براوز الكتب الموجوده وكده. ولو يس برضو، لو هو كان فاتح كتاب قبل كده برضو في ستيت تانية ان هو ريزيوم ريدنج. لو هو كان فاتح كتاب بقى، هو لوجد ان، هو عامل لوجن وكان بيقرا كتاب بعدين قفل او دس الهوم بوتون او قفل الابلكيشن، بعدين فتح تاني هخليه تشيك بقى لو هو
اخش على الريدنج اكسبيرينس على طول. ماشي. ودي بتبقى نفس يعني زي اللي احنا عاملينه دلوقتي، بس ده وير فريمينج من نوع تاني، بيوريك برضو انت لما تكليك هنا التاب هيطلع لك ايه، لما تسلكت يبقى الاوبشنز عامله ازاي. بس ده يعني قريب جدا من الفاينل يو اي، يبقى شكلها عامل شكلها عامل ازاي. يعني مثلا لما توريه لما بتتاب على الفيو كله بيظهر الاوبشن اللي هي دي، اللي هي كنترولينج بتاع الفيو نفسه. فدي الكيس انت بتقول عليها. يعني تحط الاف ستمنت دي. لو هو بقى مش عامل لوجن هيبقى فيه سيلكت روت بيختار الطريق الاول. انا مش عايز جوجل بس عايز دول. هو وفي فيتشر يعني في اليو اي الجديد انها تبقى فوق، بس فور ناو خليها هنا عادي مش مشكله. دلوقتي مفيش اكشن بقى باسمه ايه؟ لا بتوضح، هتفرق جدا طبعا. اهو بص انت هتلاقيه في الواير فريمز نفسها. ممكن ساعتها لو ممكن تعملها زي كده، دي تكتب ينزل منها منيو فيها الحاجات دي. اطلع منها ارو بارد كده زي ما انت قلت، واكتب عليها ديسكريبشن بسيط كده لو انا عايز اوضح الايديا هتحصل هنا ايه بالظبط. على قد ما تقدر يعني، لو انت شايف ان فيها لازمه انها تتقال يعني، ممكن اصلا تبقى هتعملها بس مش فارقه ان انت تقولها يعني، او العكس. ما فين استوى في انديكيتور ان هو بيقول لي ان في نستد، يعني بعد كده في حاجه تانية. انا مختار الروت او الريجن، ممكن يبقى في او ممكن اختار الاول ريجن. صح الروت. بس هي مثلا فرع مدينة نصر يبقى فيه كذا شارع، والجيزة فيها كذا شارع، بتهيألي هي بتبقى روتس على طول لأن هو مش كتار أوي للدرجة دي يعني. كل في القاهرة الشوارع يعني. ممكن انا قصدي ان احنا عايز اقول له ان في هنا نستد. دي ممكن نستخدم فيها بقى البليند اوبشن دي، بدل ما اقعد اعمل كل دول استخدم دي ودي كده. مكان واحدة بقى أربعة بس.
محتاج دول هنا. انا هبروسيد بسرعه عشان حته اليو اي اهم بالنسبه لي. فضاول اختار منطقه يطلع له الروتس اللي فيها. بس هو يبتدي من هنا بقى يبتدي يختار النقطة، ويبقى كده هيرجع للفيو ساعتها على المين فيو اللي هو ده. يعني ممكن يطلع لك كونفرميشن مسج اللي هو انت فعلا خلاص اوكي. الشارع او المنطقة يعني الشارع كله، وبعدين اختار بوينت في الشارع ده، هتظهر له كونفرميشن مسج. لا حاجة شبه كده يعني، بس من غير الايكون ده. اوكي، انا ممكن بقول لك نروح على طول على الهوم بيج لو انت مش عايز تدي كونفرميشن. صح بالظبط. قول انت عايز الحق. المفروض الانالست اللي يعمل كل ده صراحه يعني، بس هو مش بيعملها. اليوزابيلتي انجينير دي وظيفه جديده اتحطت كده عند اليو اكس تيم، عشان يبقى هو حلقه الوصل ما بين البيزنس اناليسز اللي هو ما بيقدرش يعمل الواير فريمز وحاسس ان في مشكله ان هو يقدر يعملها، وما بين الديزاينرز اللي هم مش قادرين يقروا الريكويرمنت دوكيمنتس، اللي هم بيجي لهم ريكويرمنت دوكيمنت كده بيوز كيسز وما بيقدرش يقراها. يعني مش عايز اقرا، انت قول لي اعمل ايه وانا ديزاين على طول. فهو ما بيحبش ان هو يعمل كده. فطلعت الفانكشن دي عشان تحل المشكله دي، ان هو حد يبقى عنده باك جراوند عن ديزاين، عنده باك جراوند عن ديفلوبمنت بشكل ما، يقدر يماجن اليوزر الستوري يعني بتاعت البروجرام يبقى ماشي ازاي، يبتدي يرسم الفلو، ويقعد مع الراجل البي اي ويقعد مع اليو اي يقدر يفهم ده حاجه وده حاجه، ويطلع بوار فريمز بشكلها كويس يعني. يوزابيلتي انجينير يو اكس ديزاينر ممكن تبقى كده. طيب ده هيرجع في النهاية لهنا. طيب خلينا يعني هي الأيديا تقريبا واضحة بتاعت الواير فريمينج لغاية هنا عشان ما نضيعش وقت أكتر من كده. الليفل اللي بعد كده هو اليو أي. في حاجة اسمها ستينسلز، الاندرويد ستينسلز، ما اعرفش تعرفوا عنها ولا لا. الستينسلز دي نفس الفكرة بتاعت الموكابس، بس بتاعت النيتف النيتف اكسبيرينس بتاعت البلاتفورم نفسها. دي بتداونلودها من الويب سايت بتاع جوجل نفسه. لو انت هتداونلود الستينسلز بتاعت جوجل او بتاعت الاندرويد يعني، لو انت اي او اس هتنزلها من ابل يعني. لو انت ويندوز فون هتروح على مايكروسوفت. وفي ويب سايتس كتيره ناس كتيره عاملاها مانيوالي، لان لما بتيجي تشتغل في الاول ما كانش الجايد لاينز دي متاحه، فالناس بتبدا تشتغلها من الصفر. يعني اشتغلت مع ريم وقت ما كانوا بيعملوا بلاك بيري 10، وكانوا ادوني زد الفا ده تيست ديفايس،
ما كانش عندهم حد لسه طلع الجايد لاينز، فابتديت ان انا اصور التليفون واعمل السنسرز دي بايدي، اللي هي ايه، اللي هي شبه ده السكرينز بتاعت الديفايس نفسه يعني. بالظبط. فانت هتبتدي من السكرينز دي عشان تشتغل عليها بنفس الابعاد وبنفس المقاسات اللي هي معموله بيها عشان تطلع بحاجه ستاندرد يعني. حاسسك عايز تقول حاجه، تقول طيب. اول حاجه غالبا المفروض نبتدي نفكر في ايكون او لوجو للابلكيشن العظيم ده. طيب هنرسم باص في السريع، ممكن نجيبه من على الحاجات اونلاين، ممكن نموديفاي فيه او ممكن نشوف حاجات ونعدلها، بس بالتالي هو مش معقد لدرجه ان احنا نعمل كده، بالتالي هو بسيط قوي يعني. اهو الباص اهو. اه فعلا انا اعتبره باص. حلو. كابتشين حلوين اهو. الباص الغالب بيبقى فيه من ورا كابتشين. ايه؟ لا الباص بيبقى فيه. ممكن نروح مقللين بتنو بتاع كده، علينا ناخد ده، نطرح دول، ادينا الحتة اللي فوق. اه قفل بقى الشبابيك. اوكي نفس البلند تول دي. عايزين كام شباك بقى؟ حلو كده. اوكي ممكن باب ده، ممكن نعمل باب شوية كده. مش حلو. طيب يعني أي حاجة دلوقتي نبتدي بيها؟ ولا عايز تعمل قدامي يبقى فيه حاجة كده عشان اوكي. Where is my boss نفسه الكلمة، هي ممكن تبقى الاسم. Where is my boss، بس مش هنكتبها بالفونت ده، انا هستخدم العيلة بتاعت الروبوتو. كبير قوي، ممكن نخليها my boss. ماشي. ممكن نستخدم ده يبقى كده. هنلونه ايه؟ ايه؟ انا مش عارف الالوان عاملة ازاي. سي ان هو كان في ال هو فعلا كان لونه كان كويس. احمر؟ لا اعملوا ليلا ليلا لون كده. ليلا مش موجود في البلد اللون ده. سي ده اللونشر ايكون بتاعه. احنا ممكن نحط وراه البتاعه دي اللي هي اليافطه اللي بتقول لك هو فين فعلا. المحطه بقى صح؟ عشان ما يبانش ان هي جزء من ال 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 بص
ممكن يرسم عليها علامة الله موجود بس. هو واقف بحيث إن البص يتكلمش. ما هتبان لما يبقى قد كده. ممكن نحط دي يعني وراها هنا. شايف ايه لازمتها؟ بس يعني عايز حاجة تبين الاوترز بتاعت اللونشر، لان ده هنستخدمه هنا برضو. اللون ده خلاص بقى هو اللي معانا، بقى البرايمري كلر بتاعك يعتبر، واللون المكمل ليه هو الاورنج. لو حابب طبعا هنا نفس الفكرة، انت عارف الحاجات دي اوريدي تاخد اللون الابيض. مش فاتح بلوتوث خلاص. اوكي طيب، السبلاش سكرين غالبا يا اما ممكن نعمل النيجاتيف بتاعها، يعني ممكن تبقى الشاشه كلها لونها كده اهو فيها ابيض على خفيف. ممكن ده يبقى في النص هنا. او ممكن يبقى فيه شبه يعني ايه، اي شيبس توضح ان في ورا عماير مثلا. ايه انا هنفيد اوت الحاجات دي. شبان أوي. انت بتحاول تعمل اي حاجة في ال يعني ممكن بالابيض نعمل اللي هو ممكن بيضع ممكن لا نكتبه، بس محتاجين سلوجان برضو. مش عارف ممكن نكتب ايه سلوجان. اللودينج انت قلت عليه، ممكن نعمله بدايرة. في طريقتين ممكن نعمله بال حاجة زي كده بتلف، او ممكن يبقى الشرط دي اللي هي بتبقى. ممكن تعمل ازاي دي؟ ايه ممكن تعمل بالبلند تول، يعني مثلا احنا عايزين ده اوكي. مش الحتة دي دقيقة، احنا هنخليه يعمل لي النقط دي، وبعدين نخليه يلفها لي على اللاين، وبعدين نخليها يوم بقى مثلا 20 وحدة. بعدين اقول له يخفي لي ده. تبقى كده صح؟ يعني في واحدة منهم بس تبقى متشالة كده. يعني في لون رايح للون؟ ماشي.
عملت ايه؟ ده الفيو بتاع الواير فريمز بتاعتها. طيب دي ويلكم مسج. وطبعا هنا مفيش باك لان هو مفيش خلاص حاجة، دي اول حاجة بتخش بتلاقي المسج دي. ممكن يبقى في gradient من gray. عشان صغيرة مقصرة معايا شوية. هنا بقى ممكن تبقى اللي هو ال 3 دوتس دول هما في ويزرد. لو انت عايز تعمل ان في كذا سكرين تشرح فيها الابليكيشن دي، وان هو واقف على selected. ممكن يبقى معاك دايما ال طبعا في شوية معايير انا طبعا مش بتكلم فيها دلوقتي، بس البادنجز في الديزاين تبقى قد ايه من هنا ومن هنا، ولازم تبقى ثابتة البادنجز دي من الحاجات المهمة. انت بتقعد تقيس كده وتسنترلايز ده في الديزاين برضو بالحاجات اللي تعمل الاينمنت زي كده مثلا، عشان تميك شور ان هي سنترد، وتحط زي جايدز كده هنا عشان تشتغل بيهم زي كده، عشان تعرف ان انت دايما جوه المارجنز دي شغال. وبتميك شور ان انت فاتح الاوبشن بتاع السنابنج اللي هو ده، سناب تو جريد وتو جايدز، عشان ما يطلعش بره الباوندريز بتاعتك وانت شغال. بعد كده اللوجن، واللوجن دي فيها فعلا ممكن يبقى فيها الباك بوتون. دلوقتي بقى يشيل اللوجو نفسه، ممكن تستخدم الباك بدل، يعني هو ممكن يبقى الباك هنا.
صح، ما عندناش اصلا لوجين، مفيش الويلكم. نفس اللي عملناه هناك. الباص قرب ولا ايه؟ حاسس الناس بدأت تنطلق. المفروض الأبيض والأسود ده مش هيطلع أكريك 100%، وهتقعد تعدل فيه كذا مرة لغاية ما توافق عليه، بعدين يروح للديزاينر نفسه إن هو يبتدي يرسم الحاجات دي. ممكن الديزاينر نفسه مش هو اللي يشتغل في الواير فريمز، ممكن اوبشنال لو ممكن يعمل كده يعني، بس على حسب هو جاي الواير فريمز دي منين. لو بزنس اناليسيس ممكن هو اللي يشتغل في القصه دي، ودي الواير فريمز، هو ابتدي يشتغل في اليو اي زي كده. بس جزاكم الله خير عشان اتضحكوا معايا.